اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة لا فراخ ولا لحمة ولا سمك، يعني أنا جاي مش المطبخ بخيل ولا إن إحنا مش عايزين نصرف، بالعكس أنا عايز أقدم فكرة طهوية وإزاي ثقافة المطبخ تمشي من غير الفراخ واللحمة والسمك ونعمل أكل صحي. معانا النهاردة شوية كسكسي بالخضار، معانا القرع العسلي واحنا ماشيين على الطريق الصحراوي بشوف القرع العسلي اشكاله والوان الكبير والصغير، الوانه الجميله اللي بتفتح النفس اللون البرتقاني، فانا عايز النهارده نشوف ثقافه المطبخ مع ان القرع العسلي يخش مع الخضار زي البتنجان، بطاطس، كوسه، جزر، الروزماري، الزعتر، ونعمل طبق كسكسي بالخضار والقرع العسلي. هيبقى فيه بروتين حيواني، هيجي منين يا عم الشيف؟ من السمنه البلدي اللي هعمل بيها الكسكسي. شفتوا بقى ازاي؟ يعني هناكل فراخ ولحمه بطريقه غير مباشره ونحصل على البروتين الحيواني اللي موجود في الكسكسي بالسمنه البلدي. نيجي النهارده المانجا، جاي الموسم بتاعها وبشايرها جميله بصراحه، شفتها ماليه السوق وعند اخواننا بتوع الخضار. المانجا اشكال والوان، فخلونا نعملها ايس كريم، نعملها سموزي، نعملها مخلل، ندخلها ببعض الاكلات، نعملها مع الدجاج. تعالوا شوفوا المانجا النهارده هنعملها ايس كريم ازاي، واعلمك تعملي كل الفواكه ايس كريم وانت قاعده في البيت زي ما عملنا قبل كده البطيخ وعملنا الكيوي وعملنا الموز. معانا النهارده فواكه مشكله من خير ارضنا، البرقوق ابو شكل حلو، الموز، التفاح، الفواكه اللي موجوده عندك والاولاد مش عايزين ياكلوها. هتعيدي هيكلتها وتعمليها النهارده طرت. طرت ده بطعم الليمون والفواكه المشكله، اكيد هيكون طعمه مميز وله شكل وطعم جديد مختلف. مش عايز اطول حضراتكم في المقدمه لان انا عندي شغل كتير للامانه، وبالذات النهارده الحلقه فيها شغل جامد جدا من غير لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، ولكن خلونا نعمل مع بعض النهارده المطبخ بتاعنا بثقافه غذائيه ويكون كمان قيمته الغذائيه عاليه جدا. طيب تعالوا مع بعض نشوف الفواكه بتاعتنا اخبارها ايه. هو ده تشتغل في الحلو طبيعي، بنغير الجلافزات بتاعتنا، نغير البلانشه، سكينتك ما يكونش فيها لا توم ولا بصل، اتعلمنا كده من الشيف المغازي، عشان هنعمل ايس كريم مانجا دلوقتي، والمانجا طبيعي عامله زي البطيخ. لو البلانشه اللي بتقطع عليها المانجا والسكينه والطبق فيه ريحه بصل او توم كانك بتاكلي بصل او توم. هنطلع القالب من الفرن، كرمل السكر بتاعنا، ايه الاخبار؟ اهو ده الطرت بتاعنا، بناخد الفواكه الحلوه دي كده مع بقيه الخلطه اللي كانت قبل الفاصل فاكراها، اهي محتفظ بيها، بشيل الفواكه كده بقلبها، بنزل بقى هنا كده. الله عليك يا عم الشيف، الله عليك وعلى والديك. عنب، خوخ، برقوق، تفاح، موز، كيوي، فراولة إذا عندك، دورت عليها الصبح ما لقيتهاش. وناخد وقت إحنا الصبح على فكرة عشان نشوف الحاجات دي ونلاقيها. أه يا إما يقول لك لسه ما وصلتش يا باشا، العربية لسه ما جاتش يا باشا. شايفين الحلاوه دي كده؟ هو ده. بشيل ده من هنا، واخد الخلطه الحلوه دي كده. الله، شفت بقى الكرمله دي كده؟ اديه المخلوط بالزبده مخلوط بشويه حليب. في سكر، وادخله الفرن. كرمل السكر مع الدقيق مع الزبده مع الفانيليا مع بشره البرتقال، حكايه زي ما هي كده يا عم الشيف في قلب الفرن. ده المطبخ، شيل القالب ده كده بالراحه، بسم الله الرحمن الرحيم. ده سخن خلي بالك، فدرجه حراره الفرن عندي هنا 180 زي ما هي. بص عليها حبيبي. هطلعها بره. ايه رايك فيا؟ دي موسوعه ابداعيه، ده طارت جميل جدا. مدرسه المغازي بتقول الفواكه اللي موجوده عندك في الثلاجه يا امي يا خالتي يا ست الكل تقدري تستخدميها وتعيدي هيكلتها، يا اما تعمليها فروت سلط
يا اما تعمليها طرت بالفواكه المشكله زي ما انا عملت دلوقتي. هندخلها الفرن. ايه المطلوب من الفرن هنا؟ العجينه في اول مره شمعناها وكرملناها بالسكر والليمون وشفناها او بشره البرتقال والزبده والحليب. بعد كده خدنا شويه من نفس الخلطه حطيناها مع الفواكه، بندخلها الفرن اهي ونسيبها في الفرن شويه 10 دقائق تقريبا. تعالوا نعمل ايس كريم المانجا مع بعض. مقاديره على الشاشه، مانجا والمانجا عندنا مغرقه السوق، وعندنا جيلي مانجا او جيلاتين مانجا، وعندنا حليب مركز، وعندنا كريم شانتيه. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. الايس كريم نعمله مع بعض ازاي واحنا شغالين كده. ده الكريم شانتيه بتاعنا، واحنا عارفين في الشتاء طبعا، قصدي في الصيف، مفيش شتاء خالص، في الصيف الايس كريم في الصيف ده اساسي، والبطيخ الساع اساسي، والسموزي اساسي. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل ايس كريم البطيخ، ايس كريم المانجا. حلو الكلام. عملنا البطيخ قبل كده، ولما تجيب المانجا تعملها ايس كريم، تجيب المانجا اللي ما فيهاش شعر. انواع المانجا في السوق كتير، ساعات اللي بيبقى فيها شعر بتبقى مسكره بكل حاجه، بس لا تصلح في الايس كريم. اختار المانجا اللي هي بتكون ملحمه ما فيهاش اي شعر، دي مهمه جدا على فكره. حلو. المانجا خدناه قشرناه، طبعا معانا زبديايه، في اسماء كتير مختلفه يعني، في العويس طبعا سعرها غالي شويه معلش، ولكن اختاري المانجا اللي ما فيهاش شعر، اي نوع مانجا بقى قدامك. ومعانا جيلي مانجا، ومعانا حليب مركز وكريم شانتيه، ومعانا الكاسات اللي هنغرف فيها الايس كريم بتاعنا اللطيف الحلو. وتقدر تحط صوصات من الشوكولاته، تحط صوص فراوله زي ما انت عايزه. حلو قوي. هيتعمل ازاي يا عم الشيف؟ ادي المانجا بتاعتنا اللطيفه. طبعا بتستخدمي هنا الحاجات اللي ما استخدمتهاش في البصل والثوم. ادي الكريم شانتيه بتاعنا اهو. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. بننزل بشويه جيلي مانجا، حليب مركز، المانجا بتاعتنا الحلوه. الله، شفت المانجا دي حكايه. لما تتقطع المانجا هي اصلا هي كده كده هتدوب، يعني جو حر. مش عايز انزل بعصير مانجا عشان عايز الايس كريم يبقى فيه المانجا. نعم. يعني هي الفكره كلها يعني بيخرج من المدرسه اللي احنا متعودين عليها. بيقولوا لي الكسكسي احنا عارفينه بيتقدم بشكل، وبيقولوا في الكنترول، ومن حقهم طبعا، لانهم برضه في البيت بيمارسوا الامومه من الستات وبيمارسوا هوايتهم في المطبخ، وده مطلوب. ولكن انا عايز اوصل لست البيت، التجديد حلو جوه مطبخك، والتغيير حلو جوه مطبخك. مطلوب جدا في انك انت ولادك ملوا من صينيه البطاطس باللحمه والفراخ، ملوا من الكسكسي بالشكل المتعودين عليه. الحاجات دي كلها لازم انك تغيرها في المطبخ عشان الاولاد ياكلوا من ايدك يا امي، ده مطلوب. خلي بالك، هنقلب دلوقتي الكسكسي، قصدي الايس كريم بتاعنا ده على طول معايا صديقي ده، وده مطلوب منك تشتريه من مصروف البيت. خلي بالك يعني، حددي المصروف كده الحاجات ووفري. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنخلط دول الاول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحه خالص كده اهو. ايس كريم مانجا تعمليه كل يوم، المانجا مغرقه السوق، مش كل يوم عصير مانجا للاولاد اهو. دول زي الفل. بننزل ببقيه الكريم شانتيه، الكميه بتاعتنا شفتي نازله ازاي اهي، مجمدة الفريزر بتاعنا شغال الحمد لله زي الفل. ليه تشتري بره؟ ده انت بتشتري العلبة قد كده بالشيل الفلاني للأمانة يعني. هنقول بقى أسعار؟ لا ما تكلمناش لا في أسعار ولا في أي حاجة. طبيعي إن الحاجة بتاخد ماتيريال وبتاخد شغل وبتاخد تبريد، ولكن لما تعملي الحاجة في البيت بتبقى موفرة وزي الفل. زي الفل تمام. خلصت.
التاني مع بعض. الله. دوري في الكتب، دوري في الكراريس، مش هتلاقي طعم الايس كريم بالمانجا زي اللي انت عاملاه ده. مش هحط لون انا خالص، انا هكتفي بلون المانجا. حط لون، ولون المانجا عندنا طبيعي زي الفل. على فكره بالله العظيم بكلمكم من قلبي، انا لفيت العالم كله بحكم شغلي، لا طعم مانجا في العالم كله زي المانجا المصريه. تقولي بقى مانجا هندي، مانجا لا لا لا، هي اسمها كده مانجا هندي بس، بس المسمى. الارض الطيبه دي المانجا بتاعتها مش موجوده في الدنيا كلها، عشان كده اللي بيسافر يقول لك جيب لي مانجا معاك وانت جاي من مصر، جيب لي بصل اخضر وانت جاي معاك، كفايه عليا دول بس، بصل اخضر وانت جاي من مصر، ده مش موجود في العالم غير عندنا. دي ده ايس كريم مانجا. الله عليك. وقطع المانجا باينه حكايه، اللي انت بتشتريه في السوبر ماركت ده لون بس، خلي بالك. واخدين قشره المانجا وضربينها. شفت ازاي المانجا؟ العب. شفت المانجا نازل؟ هو ده. انا بعد ما اخلص اكل واحده. كمان واحد عينيا. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر ولا ما حاضر؟ انت لسه عايز ادلعها لك دلوقتي. حاضر. ايس كريم مانجا حكايه. عايزه تحط صوصات، شفت شويه مكسرات، شويه بندق، دي بتاعتك انت بقى، انت وجيبك. الله، زي الفل يا عم الشيف. احنا اتفقنا مع بعض كل انواع الفواكه هنعملها ايس كريم. بدانا بالبطيخ، كل يوم معانا صنف مختلف. معانا مانجا اهي زي الفل. خلصت والله، هطلع الطرت من النار وشكرا. بس انا عايز اعمل حاجه حلوه قوي. شفت المانجا دي؟ يا ويلي قلبي قلبي، ده بتاعك انت شفيق. عينيا والله. في دلع اكتر من كده؟ لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، حبيتين مانجا عملنا منهم حكايه. والمانجا طالعه من الفريزر تبريد عالي، لطيفه وجميله. انا بحب المانجا اللي تبقى طالعه من الثلاجه، حلوه قوي. حد هيعمل لك الايس كريم مانجا كده ولا في الكتاب؟ حاضر عينيا، شيل لك كل حاجه دلوقتي، حاجه واقف كده غصب عنك. اهي يا فندم. حاضر. زي اخواننا المصورين والفريق العملي، يا شيف مغازي مش شايفين فراخ، مش شايفين لحمه، ما ده الطبيعي. برنامج الطبخ او برنامج لك، داخلين الاستوديو عايزين نشوفه، فخده ضاني ماشي، ديك رومي ماشي، جوز فراخ ماشي. انا حبيت اوصل بس معلومه، مطبخك تقدر تغيري فيه، تجددي فيه، تعملي افكار حلوه لاطباق جديده. اذا كان الكسكسي بتاعنا متعودين نعمله بالفراخ، نعمله باللحمه، نعمله باللحم العلوش اللي هو اللحم الضاني، لا عملته النهارده بتشكيله من خضار من خير ارضنا، يتصدرها طبعا القرع العسلي بما ان احنا نتميز من انتاجه. عملنا الايس كريم مانجا بما ان المانجا دلوقتي بدات تغرق السوق، انا بحببك في ان المانجا تعملها كل يوم بشكل مختلف. عملنا طرت ده عجبني قوي على فكره، كرمله الدقيق بالزبده مع طعم البرتقال مع طعم الفانيليا حكايه، واخده الموز في طريقها مع الخوخ مع الكيوي مع التفاح حكايه. ده جربيها، هيبقى لازم يتاكل بارد، ده لازم يخش الثلاجه. رؤيا فن ابداع، بنشوفه كله مع شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.